السلام عليكم. دونك بناني محمد رئيس جمعيه روتاري ديال الجديده. اليوم حنا كنتواجدوا في دار الصانع في مدينه اسمور مرافقة مع لغه الوزاره اللي هي الرئيسه ديال دار الصناعه ديال اسمور وجديده. جينا اليوم سميتو الفرصه تنعطيو فرصه ثانيه للناس ديال اصحاب الصناعات يفرقوا عليهم الالات. كنا درنا لا بروميير اديسيون ودابا تدايرين لا ديزيام اديسيون كيعتقاش لا بروميير كانت ناجحه، وان شاء الله حنا معاهم كل عام في رمضان ان شاء الله تنديروا هذه المبادره وتنوزعوا الالات سميتو الناس تقدر الناس الصناع ديال الكسوه ديال الطاس الصناعيه في ازمور باش نحتفظوا على هذه الحرف اللي بداو تنحرفوا من سميتو من الصناعه التقليديه ديالنا. معها حميد رئيسة نادي وطني شمال الدار البيضاء. حنا تنشرفوا بوجود ديالنا معكم هنايا للنسخة الثانية من الباتريمون ديال أزمور. تنشكر الإخوان ديال نادي وطني جديدة مزاغون اللي قاموا هذا العام بالكونتينواسيون، يعني بأنهم كملوا استكملوا هذه الفيرسيون هذه. تمنايا هذه واحد نص ساعة شفنا تقديم لي ماشين لي زارتيزون، كان عندهم بزاف ديال الفرحه لان حنا متاكدين بان غادي تبدل الحياه ديالهم. نادي روتاري سواء ديال الدار البيضاء ولا ديال الجديده ولا في جميع مناطق المغرب، المهمه ديالو هو انه يرسخ التضامن ويرسخ المعاونه في المحيط ديالو. يعني كل مدينه ولا كل نادي روتاري تيقوم بالعمليات في المدينه ديالو باش يعاون التراث، يعاون التلاميذ، يعاون جميع المؤسسات وجميع المكونات ديال المجتمع. هذا الشيء تنطوي من تحت لي سيت اكس، يعني سبعه ديال المحاور اللي تيقوم عليهم نادي روتاري العالمي، وهذا واحد منهم هو اننا نعاونوا لي كومينوتي بانهم يكون عندهم مداخيل من العمل ديالهم، ماشي غير معاونه ديريكت. حنا تنفضلوا نديروا معاونه انديريكت لان تنعاونهم يخدموا ويربحوا باش يقدروا يستوجبوا الاحتياجات ديالهم. وشكرا للناس ديال المندوبيه ديال الوزاره ديال الصناعه التقليديه واللي استقبلونا اليوم. تنشكر السيده المندوبه لانها تقوم بعمل جبار تبارك الله. شفنا كيفاش الناس هذو استقروا هنا وكيفاش بداو تيديروا الابداع ديالهم وكيفاش ان الناس تشتريوا منهم، وهذا تيجعل بان المنتوج الوطني المنتوج التقليدي الوطني تتروج. وهذه من اهم الاشياء اللي خصها تكون هنا في المغرب، لان عندنا منتوج رائع وخصو فريمون نوصلوه للمستهلك فينا. وشكرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.